وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب الأكاديمية العسكرية إلى قيادة سريتهم العسكرية بشكل جيد، كما طلبهم بالقيام بدور القادة داخل الكتيبة وتشكيل رأي عام إيجابي. وانتم هتبقوا مسؤولين عن جنود عندكم وضباط صف، يعني انك انت تشكل في فصيلتك او في سريتك او في كتيبتك او في الموقع اللي انت بتشتغل فيه تشكل روح إيجابية وفي حالة فهم كويسة لكل الأوضاع، مش العسكرية بس، لا العسكرية والمدنية، حياة الناس. مش هيبقى عندك جندي موجود ليه بيت وليه أسرة بره؟ طب أنت لو ما كنتش تبقى قادر، لو تفاعلت معاه على ضوء ظروفك أنت هتظلمه. لكن في القوات المسلحة بالذات القائد اللي بيستطيع أن هو يشكل رأي عام إيجابي داخل وحدته ده بيبقى قائد ناجح أوي. بس اسمعوا، اوعى تفتكر انك ممكن تعمل حاجه من غير ما تكون قدوه ومثل.